شوف انا عندي واحد مشاهده من غير من غير تفضل. عندي واحد سكوب يخص المنتخب. يشاع ويقال من مصادر موثوق بها ان لا اسامة ما يمكنش يشاع ويقال من مصادر موثوق. يشاع انا تلك المصدر ما تعطينيش بلاغ رسمي بالنسبه لي يشاع. نعم تفضل. واخا المصدر تيقول لي شي حاجه دايور تقول له عطيني شي ورقه رسميه ما تيقول لي لا مازال ما تقول شيء صافي دير يشاع. نعم تفضل. بما ان الموضوع مهم بزاف ويخص الفريق الوطني المغربي واخا هذا المصدر واخا ما يعجبوش الحال نقول. نعم تفضل قلنا شنو ما يشاع اسامه. خليتها في الكونديسيونيل ان العلاقه بين واحد اليوزوجيت ومصطفى حجي ليست على ما يرام نهائيا ويمكن ان لا نرى حجي في المباراتين الحاسمتين قلت الكونغو الديمقراطيه ايام 24 و29 المقبل وهذه القضيه تكون عندنا تاكيد ديالها يوم الاثنين وبالتالي ننتظر يوم الاحد مساء ودخول رسمي للطاقم التقني للمنتخب الوطني الى مركب محمد السادس باش ناكدوا الخبر ولكن 75% انتهت صلاحيه مصطفى حجي مع واحد اليوزيت وبالتالي كل من كان يقول اننا كنا نغرد خارج السراب تنقولوا له دائما تنقولوا داك الشيء وتوقع تم بعد الشهور وهذا هو الرول ديالنا هذا هو الدور ديالنا وبالتالي انا ما يمكنش نقول راه رسميا لان ما كاين حتى حاجه رسميه لان مازال محاولات مع وحيد ولكن معرفتي الشخصيه بوحيد. عندي اسامه واش غيخليو واحد خاطرو في هذا القرار لو لم يكن وحيدا قلت لك لا ولكن وحيد ووحيد بمعنى الكلمه وبالتالي تظن بان وحيد بقى عنده ما يخسر بقى عنده جوج ديال المباريات اما يتاهل والمغاربه يساو كل شيء ويصفقوا عليه وينساو الشيء اللي وقع ولا ما يتاهلش ويمشي بحاله يوم 30 مارس نعم. وبالتالي ما بقى عنده ما يثبت ما بقى عنده ما يسيس دونك 75% مصطفى حجي انتهت الصلاحيه ديالو مع واحد اللي زوجتيش هذا سكوب كنت باغي نعطيه لكم وداك الشيء علاش خرجت على الموضوع فضلت ما نعقبش على عادل بن مالك خصوصا عادل بن مالك شو اللي قال على مباراة الكأس كلها متفق معها بكل صراحة وبالتالي يمكن الناس يبدأوا من دابا يصيفطوا لنا الحاجة الثانية اللي بغي ندوي عليها هو أن حمد الله شت الهدف ديالو جميلة يعني حمد الله حكم اليوم على فريق الحفيظي بالنزول مرة أخرى نوفل الزرغوني على المباراة كلها حمد الله دخل الدقيقة 60 سجل هدفين لان عوقب بسبب توقف ديال المباراتين خصوصا المباراه الحاسمه اللي كانت ضد فريق الهلال برياض الحافظي دخل الدقيقه 85 فما فهمتش هذا المدرب ديال الحزم يدخل الحافظي دخل 85 ماذا ينتظر منه. نعم ف غنمشيو باش نستقبلوا الاتصالات ديالكم مشاهدتنا مشاهدينا الكرام وفي نفس الوقت انا وريت ما ناخذوا اي اتصال غنبداو اسامه. انا غادي جاوبتك انت الاول حيت داير الرايه المغربيه في البروفيل ديالك. انا ابتداء من اليوم حتى يوم الجمعه المقبل اللي ما عندوش الرايه المغربيه مابقاش يجاوبوا في التليفون. برافو عليك. بارك الله عليك. زين العابدي اللي معك. زين العابدي. زين العابدي مراكش زين العابدي والله ما عقلت بالله. وزيل العابدين وقيل هو اللي كان قال لك موضوع طنجيه طنجيه وما شنو طنجيه سيدي العابدين وصلت انا للضابطه تاع هي مخديش ولكن والله سيدي انا هبط لمراكش دابا نقيد المراه ديالك هاد الدرابو ماروكا عجبتني بزاف دابا نقيد المراه ديالك والله هبط لمراكش نعيط لك باش ناكل طنجيه بالله. مرحبا بك والله الا مرحبا بك كنت انا لا جابني الله جيب الكازا نجيبها لك. لا جيب طنجيه الكازا طنجيه خيط الله يخليك. سي اسامه واش بغيت نبدا بالخبر يشاع ويقال؟ بدا باش ما بغيتي انت عندك الحق تقول كيما ما بغيتي اليوم هذا الدرابو ماروكا. تفضل.
شكرا هذا السي اسامه الله يخليك ديما خاطرك موسوع عنا الله يبارك فيك. بالنسبه لهذا ما عرفتش علاش هذا تاخر سميته هو وابيو فوتاكو جامي سيدي العابدين ماشي نقولوا تاخر دابا بالصبر تكون سالينا لا دابا حنا غن لا بالصبر تكون سبب با دير انا ضد حجي لا هاد القضيه الحجي نزولوها باش ما نبقاوش نعلقوا على الشماعه دائما ونلعبوا بلا ما نشوفوا هكذاك دونك اسيدي السيمانه الجايه تنوعدك كل يوم غنكتبوا لا تدخلوا مستودع الملابس يا منتخب الرجاء دخلت الفيستير في الفينال ولكن اللي ما دخلتش الفيستير فاش لعباتش مع تي بي مازي لا اسامه لا سمحتي تفضل عادي تفضل عادي لا سمحتي دخلنيش انا عادل في 81 المغرب كانوا تياكلوا عند السفير عادي مابقاش دوز سكوت ادوي في 81 المنتخب المغربي باش لعب مع مصر كان تياكل وجبات عند السفير وفي سابقه دخلوا للتيران وبدلوا الحوايج حدا عباد الله في وسط التيران وما دخلوش كاع للفيستير باش شافوش كاع الفيستير هذاك النهار فوق تو دير يعني راه حوايج بزاف ولكن تنظن هذه الممارسه عطينا على المباراه الزايره عادل لا في لومونباشي كاين هذا الشيء كان وقعت ما مره في لومونباشي ولكن تنظن في يعني في كينشاسا ما تنظنش كان هذا يعني تيبي مازامبي كان معروفين بهذه القضيه خصوصا في الملعب ديالو ولكن من الاحسن ما عندك الحق من الاحسن ما تخرج في الزياره سيدي شو هو الموضوع الثاني سيدي العابدين الموضوع الثاني سي تمام هو بالنسبه للفرق الوطنيه انا نتمنى ما يتلاقاوش ما تجيش وحده بروميانا وحده دوزيما باش ما يتلاقاوش لان المستوى ديال العصبه راه هذا العام راه بامكان انه لو تحسنت شويه الرجاء والوداد بامكان ان ننافسوا عليه بقوه نقدروا نديو ان شاء الله الاهلي المصري ما كايناش في ذاك القوه ديالها الاهلي المصري تسيف يا ابو العابدين انا اليوم تسيف الاهلي المصري المصري يقدر الواحد يحدي معها الا طاحت مع الرجاء ولا دات تحدي معها ولا دازتنا وحده حنا كلشي ديالنا الحمد لله الفرق يتضامنوا وبالنسبه لاحتجاجات اللعابه راه اللعابه ديالنا تيحتجوا بزاف على الحكام متفق معاك المغرب متفق معاك داكشي في افريقيا غادي يكون متفق معاك وطبعا خلي الناس اخرين يهضروا شكرا اخويا شكرا سيدي عبدين شكرا الو